يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد الاثنين طقس بارد نهاراً، شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة ونشاط للرياح. وهذه درجات الحرارة المتوقعة على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائماً من القاهرة العظمى 15، الصغرى 9، الإسكندرية 15-10، مطروح 15-9، بورسعيد 16-11، الإسماعيلية 16-10، وجوها مائل للبرودة. أما في السويس 15-10، العريش 15-9، طابة 15-11، شرم الشيخ 20-14، الغردقة 19-13، وجوها أيضا مائل للبرودة. أما في الأقصر 17-8، أسوان 17-8، الوادي الجديد 16-5، شلاتين 22-11، حلايب 20-12، وجوها معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة الأحد في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.